اهلا بيكم في انديكوريت، انا خلود باسم. النهارده هكلمكم عن اشهر 5 اخطاء في تصميم الاضاءه. تعتبر الاضاءه من اهم عناصر التصميم، ودايما الفن والجمال اللي في التصميم مش بيظهروا بدون تصميم صحيح ومدروس للاضاءه. خلينا نشوف مع بعض ايه اكتر الاخطاء الشائعه في تصميم الاضاءه. اول خطا هو توزيع الاضاءه في السقف بدون الرجوع لمخطط الفرش. يعني ايه؟ يعني ادخل الغرفه وهي فاضيه مثلا وقرر اني اوزع الاضاءه بدون ما اعرف هي هتتفرش ازاي. فببدا مثلا اني احط سبوت لايت كاطار كده، وبعد كده ارجع تاني احط اضاءه مخفيه، وبعدين في النص احط شانلير اللي هي نجفه يعني، وبس. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان بيطلع اماكن توزيع الاضاءه مش متطابقه مع الفرش. طيب برضو ايه المشكله؟ السبب من وجود اضاءه هي اناره العناصر اللي انا عايزه اشوفها. يعني مثلا لو انا عندي طاوله في النص في جلسه مثلا، فدايما يفضل ان يكون في زي اضاءه موجهه على الطاوله دي عشان اقدر اشوفها كويس. مثلا لو في عندي لوحات على الجدار، فممكن برضو يبقى في اضاءات موجهه للوحات دي بحيث ان هي تظهر جمالها. لو مثلا عندي ارفف، فممكن برضو الاضاءه تبقى متوجهه على الارفف دي بحيث ان هي تبين التحف اللي فيها او الاكسسوارز. اللي بيحصل ان ساعات بنلاقي الاضاءه متوجهه علينا احنا، على الجلسه نفسها فوقنا. هي الفكره ان انا مش عايزه انا اللي انور، انا عايزه الحاجه اللي اشوفها هي اللي تنور علشان اقدر اشوفها كويس. كمان الاضاءه لما بتكون متوجهه فوقنا، فهي بتبين ملامح الوش بشكل مختلف، يعني بتعمل ظلال على الوش فبتظهر بشكل مختلف تماما. علشان كده مهم جدا اننا نوزع الاضاءه بعد ما نعرف الغرفه هتتفرش ازاي ويكون معانا مخطط الفرش. تاني خطا هو المبالغه في شده الاضاءه. في بعض الناس بتحب بيوتها تكون منوره، فبتبالغ شويه في شده الاضاءه بحيث ان البيت يفضل منور باضاءه قويه جدا 24 ساعه. لكن ده يعتبر مش صحيح، لان جسم الانسان بيحتاج ان وقت ما تكون الاضاءه فيه خافته. يعني سبحان الله، زي بالظبط الشمس، تبدا الشمس تظهر بالتدريج في الصبح، وبعد كده تزداد قوتها جدا في وقت العمل، بعدين تبدا تضعف تاني بالتدريج لحد بالليل خالص تبدا الاضاءه تكون خافته. وجسم الانسان بيتاقلم جدا مع الطبيعه دي. علشان كده مهم جدا ان الاضاءه في البيوت ما تكونش قويه جدا طول الوقت. فمهم اننا ننوع فيها، وان كمان تكون الاضاءه مثبته على ديمر بحيث ان احنا نقدر نتحكم في شدتها. تالت خطا هو الوان الاضاءه. الفترة دي في ناس كتير بتحب ان هي تلون في الاضاءة وتشكل، فمثلا نلاقيهم بيستخدموا الاضاءة المخفية مثلا لونها احمر، وبعدين في جزء تاني في مثلا سقف معين فاستخدموا اضاءة مخفية لونها ازرق، وممكن معهم اضاءة مخفية لونها موف او اخضر، الوان يعني. وياريتها بس على الاضاءة المخفية، لا ده هو كمان في شاندلير نفسها النجفة فيها اللي هي بتقلب اضاءة وكمان بتغني. طبعا في البيوت يفضل دايما اننا نستخدم الاضاءات البيضاء او الصفراء على حسب الوظيفة. لو اضطرينا اننا نستخدم اضاءات ملونه فتكون بحذر شديد، وما تكونش كل الالوان دي مع بعضها. رابع خطا هو الاعتماد الكلي على اضاءه السقف فقط. مع ان في انواع كتير جدا من الاضاءه، في مثلا اضاءه ارضيه، في اضاءه على طاوله، في اضاءات مخفيه في الارض مثلا في السلالم، ممكن اضاءه جداريه زي السكونسز، في اماكن كتير جدا تصلح للاضاءه غير السقف. حتى لما بندخل اماكن كتير عامه متصممه صح، بنلاقي في اضاءات دايما ارضيه، اضاءات على طاوله، اضاءات جداريه. بعض الاحيان ممكن ما نلاقيش اضاءات في السقف خالص. عشان كده مهم اننا ننوع في اماكن الاضاءه. خامس خطا والاخير هو عدم الاهتمام بالتاسك لايت او الاضاءات الوظيفيه. يعني ايه؟ يعني دايما لما بكون انا بقوم بوظيفه معينه او في نشاط معين بعمله، بكون محتاجه نوع معين من الاضاءه بحيث ان هو يساعدني على ادائي. يعني لو انا مثلا بقرا او بكتب، فانا غالبا محتاجه اضاءه تكون جانبيه مش اضاءه علويه، لان في الحاله دي وشي ممكن يعمل ظل على الورقه او ايدي ممكن تعمل ظل وانا بكتب، فمش هكون شايفه كويس. علشان كده يفضل مثلا ان الاضاءة تكون جانبية. مثلا بالنسبة للكاونترز بتاعت المطبخ، فمهم جدا ان هي تكون مضاءة بشكل كافي، دي برضو تعتبر احد انواع التاسك لايت. وطبعا في وظائف كتير بتحتاج الى اضاءات معينة ما ينفعش اننا نهملها. دي كانت نبذة عامة عن اشهر 5 اخطاء في الاضاءة. طبعا مع تحفظي على كلمة اخطاء، احنا ممكن نقول عليها تصميمات غير صحيحة. استنوني المرة الجاية في حلقات تانية من انديكوريت.